Alright guys, and سويت برو لا لابتوب من النوع الالين وير. اوكي، طبعا كلنا بنعرف انه مش بس من it's not mine. اوكي، بس اليوم بدنا نشوف اشي كتير حلو. بدي اشوف كيف رح نقدر نغير الليت تبع الالين وير. طبعا في ضوء هيك بيكون على الكيبورد. So we'll just search here Alienware command center and then we're going to just skip and go to our customized lighting theme. Alright, بعدين هون رح نختار مثلا all zones، وبنختار مثلا أنا بحب ال brightness إنه يكون مش over، يعني يكون مثلا 5. Alright، وبدي اللون مثلا يكون، هلا أنا صراحة بفضل ال RGB إنه يكون ألوان منوعة، أو مثلا يكون أحمر أو زهري. واو، في بنفسجي. واو واو يا جماعة، واو. أخ أنا مستنسة على الضوء مش مستنسة على اللابتوب. طيب خلينا نشوف. طبعا هذا هو اللي أنا هلأ حاليا بشوفه. تاتش باد، إيش هذا التاتش باد؟ هذا هو التاتش باد. Alien Head Tron، هذا أنا عندي حالياً أصفر لونه، مش عارف ليش لونه عندي أصفر. واو واو واو. طيب أوكي، خلينا نشوف مش قادرة. خلينا نشوف الكيبورد نقدر نغير light by light. أوكي، وفي اشي كتير حلو اخوي حكالي انه بقدر اسويه، انه بقدر لما مثلا اكبس على كبسة يروح هيك يطلع هيك رينبو حوالين الكبسة، فانه واو واو. اوكي، فخلينا نشوف كي باي كي. مثلا عندنا حرف الـ A نخليه مثلا احمر، حرف الـ S نخليه، هلا اللون الأزرق طالع حلو بس مش عارف زهقت منه من أول ما استلمت اللابتوب وأنا شايفة هذا اللون، فحاسة بدي هيك تنوع أكتر بالألوان، أزرق غامق وأحمر وبنفسجي وهيك وأسود، ومش ظاهر في شي أسود مش عارف. اوكي، سو مبدئيا هدول الاربعة تلونوا عندي بس هذا ما تلون. خلينا نشوف ايش هاي الفانكشن كيز. هدول الاف، الاف تاعون الاف 1 لاف 12، خلينا نحطهم لون ازرق غامق. والنمبرز، يا الله كتير بجنن، منحطهم زهري. لا لا بديش مع بعض، تغيروا مع بعض. يا الله لا، أنا هلأ بدي هاي بدون هاي، نرجعهم للأزرق. بعدين هلأ أنا بدي هدول بدون هاي. ايش هذول؟ هذول اني الحرف ال WASD. اوكي، بعدين بشيل هاي بحطها الكوير كيوب. اخضر، وعنا نمباد بدون هاد، بدنا اياه
احمر. بعدين بدنا هذا ليش صار اسود؟ بنفسجي او whatever هذا اللون. function keys اصفر و شو هذا؟ كل ما استخدم هاي طب انا بدي اكتر من لون على فكرة. هيك بضيف الالوان. Alright. كيف نغير؟ طيب هذه الماي كولرز اول كيز. شو صار هلا؟ هي كلهم صاروا سود. لا لما اكبس رايت كليك بيروح الاسود. انا ما بدي الاسود. لفت طبش. مش عارف. هذا مش عاجبني الأسود. بس أوكي. All keys. طيب الموضوع أسهل لما أختار all keys وأختار أي نوع خلص. so واو يعني بقدر مثلاً أحط R255 blue 0 هيك بصير عندي pure red. واو. أو ممكن مثلاً أحط شوية blue مثلاً 255. لا هاي كتير فاقع. مثلاً ممكن نختار الـ function keys. يا سلام. خلاص تم هذا. بعدين هذا اختار 255. بعدين نوم باد
WASD. اوكي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه؟ لا انا ما مسكت. وعليكم السلام. لا كل شيء تمام، بس مستغربة انه ليش هيك عم طالعني. كيوت اذا بشرى معلش.